خلينا نروح مع حضراتكم كده ونشوف المعرض ونشوف أجواء المعرض وإيه اللي بيحصل هناك يعني في اليوم الثاني على التوالي. زميلنا محمود جميل موجود هناك وهيقول لنا كده كل الأجواء اللي حاصلة في المعرض. اهلا وسهلا بكل مشاهدي ومتابعي برنامج التاسعه في كل مكان، برحب بحضراتكم من داخل معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته ال 54، واحنا موجودين بننقل لحضراتكم الفعاليات اليوميه لمعرض القاهره الدولي للكتاب. النهارده تحديدا هو اليوم الثاني لاستقبال الجمهور في داخل المعرض، ويمكن النهارده طبعا علشان يوم الجمعه فكان في اقبال كبير جدا من الجمهور، والحقيقه الاقبال ده كان من مختلف الاعمار، يعني احنا شاهدنا طبعا كبار السن، شاهدنا كمان الاطفال، وكان في اهتمام كبير جدا من الاطفال بالثقافه والقراءه وحرصهم كمان على ان هم يتواجدوا داخل معرض القاهره الدولي للكتاب. كمان يعني لاحظنا وجود مهم لذوي الهمم من الناشرين او حتى من الزوار للمعرض. طبعا معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته ال 54 بيتمتع بعدد كبير جدا من الفعاليات والبرامج، سواء بنتحدث عن البرامج الثقافية والفعاليات الثقافية أو حتى البرامج الفنية. بالنسبة للفعاليات الثقافية لليوم النهاردة كان في طبعا عدد كبير من الندوات في قاعة الكاتب الكبير شخصية المعرض صلاح جاهين، كانت هناك يعني ندوة بعنوان رباعيات صلاح جاهين وندوة أخرى أيضا بعنوان نحن والتراث، وكان هناك ندوة يعني كان لقاء مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، و أيضا ندوة أخرى يعني كان فيها الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وكان أيضا في قاعة الصالون الثقافي كانت هناك يعني ندوة بعنوان الصحافة وتوثيق التاريخ ضمن محاور الكاتب أو الصحفي الراحل ياسر رز. والحقيقة كان هناك عدد كبير من الفعاليات الفنية الأخرى، يعني النهاردة شفنا طبعا عرض للأراجوز والتنورة وكمان فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، وكمان الفعاليات الفنية اللي بتقدمها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف هذه النسخة. والحقيقة الفعاليات الفنية دي أضافت جو طبعا من البهجة والسعادة على وجوه الزوار اللي كانوا متواجدين النهاردة وبيتابعوا كل الفعاليات الفنية والثقافية. أما داخل القاعات والأجنحة الحقيقة كان في إقبال على كل يعني دور النشر المختلفة، بنتكلم طبعا عن 1047 دور نشر موجود، فبالتالي كان في اقبال. بعض دور النشر كانوا طبعا بيقدموا خصومات النهارده، في بعض الخصومات بتصل ل 30 و40%، والحقيقه في دعم كبير من وزاره الثقافه ل يعني تدعيم بعض الكتب بسعر 10 جنيهات. والحقيقه النهارده كمان لاحظنا في اهتمام كبير جدا من ذوي الهمم، سواء كان الناشرين اللي ليهم طبعا كتب او ليهم اصدارات موجوده داخل هذه الدوره، او حتى حرصهم كمان على ان هم يتواجدوا، ده غير طبعا الخدمات اللي بتقدم ليهم في بعض دور النشر سواء بالتخفيضات او حتى التسهيل على تقديم الخدمات ليهم، زي جناح وزارة الداخلية اللي بيتيح الخدمات الخاصة بوزارة الداخلية عن طريق طبعا السمع وعن طريق الإشارة. وكمان النهاردة لاحظنا في تواجد طبي مهم جدا من قبل وزارة الصحة واستعدادات خاصة بتواجد 3 سيارات إسعاف خارج المعرض طبعا وداخل المعرض، بالإضافة إلى وجود 3 عيادات متنقلة طبعا داخل يعني أرجاء مركز مصر للمعارض الدولية. فالحقيقة النهاردة كان في حالة ثقافية فنية ترفيهية كمان، لأن معرض القاهرة الدولي للكتاب بيعتبر رحلة ثقافية علمية وكمان رحلة ترفيهية لكل الزوار وكمان الأسر اللي اصطحبت طبعا أطفالها لحرصهم طبعا على القراءة والتثقيف. دي كانت كل التفاصيل الخاصة باليوم الثاني لاستقبال معرض القاهرة الدولي للكتاب لزواره، وبالتأكيد هنتابع معاكم خلال الأيام القادمة كل التفاصيل الخاصة بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 54. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء. احنا بنشكرك محمود جميل على هذه الرسالة الوافية من معرض القاهرة الدولي للكتاب.